لاحظ أن لام الحاء واحد تقاطع الحاتنين بيساوي صفر. طب تعالي شوفي، هي عندي هذا الشكل فين زي ما أخذنا من الصف التاسع، في عندي الحادث الأول ما إله دخل بالحادث الثاني، ما في نقاط اشتركت بالمرة مع بعض، معناته أن بيعدوا هذول الحادثين حادثين منفصلين، لكنهم الحادثين موجودين في نفس أوميجا، يعني حاء واحد وحادثين حادثان منفصلان في أوميجا زي مبدأ التدريب اللي أخذناه من قبل شوي. في عندنا هون قوانين للحادثين المنفصلين، إيش بحكي لي؟ بحكي لي إذا كان لام الحاء واحد وحادثين حادثان منفصلان في الفضاء العيني اللي هي أوميجا، فإن لام الحاء واحد تقاطع الحادثين، مس هاي مهمة جدا 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 إنها بتساوي صفر، يعني مباشرة مس أحطها صفر. آه إذا كان الحادثين منفصلين معناته ما في عندنا نقطة تقاطع، معناته لام الحاء لها بيساوي صفر. طب حبيباتي باقي القوانين اللي عندي هون نفس القوانين اللي أخذناهم قبل شوي. لما أجي أحكي لك لام الحاء واحد اتحاد الحادثين بيساوي لام الحاء واحد زائد لام الحادثين ناقص لام الحاء واحد تقاطع الحادثين، لكن عندي هون ما كتب لك اياها بالاصل، ليش؟ لانها بتساوي عندي هون صفر، معناته اي عدد بدي اطرحه من صفر نفسه، فما في داعي اكتبه. تعالي شوفي، لام الحاء واحد ناقص الحادثين، انا حكينا لام الحاء واحد ناقص لام الحاء واحد تقاطع الحادثين، وفي نفس المبدأ استثناها لأنها بتساوي عندنا صفر في الحادثين المنفصلين. بالنسبة للام الحادثين ناقص الحا واحد كمان نفس المبدأ بيساوي لام الحادثين، ولو حكيتي عندي هون ناقص رح ترجعي تحكي لي ناقص صفر، لأنه لام الحا واحد تقاطع الحادثين بيساوي صفر، رح يرجع معي لام الحادثين. فمعناته قوانين الحادثان المنفصلان نفس قانون نفس قوانين اللي أخذناهم قبل شوي، لما يكونوا عندنا الحادثين متقاطعين، لكن في هاي الحالة بده يكون عندنا لام الحاء واحد تقاطع الحادثين بيساوي صفر. بدك تستخدمي هذول القوانين ما في مشكلة للحادثين المنفصلين، بدك تضلي لهذلاك القوانين اللي أخذناهم قبل شوي وطبقي لي إياهم على القوانين اللي لما يكونوا متقاطعين أو منفصلين ما في مشكلة. مثال 7.14، في عندنا هون تطبيق على بعض الأسئلة، على بعض القوانين اللي أخذناهم قبل شوي. حكي لك إذا كان لام الحاء واحد بيساوي 75%، طلع عندي هون ما حكى لك عينات زي قبل شوي وحجر نرد وقطعة نقد، لا هون مباشرة صار يعطيكي بالأسئلة. طلع عندي هون حكي لك لام الحاء واحد 75%، لام الحادثين 62%، لام الحاء واحد اتحادا مع الحادثين 84%. أجب عن كل مما يأتي، هل حا واحد وحادثين حادثان منفصلان؟ طب حبيباتي قبل شوي أخذنا وحكينا إنه متى بكون عندنا حادثان منفصلان؟ إذا كان عندنا إما مجموع العددين، يعني إنه لام الحا واحد زائد لام الحادثين بيعطيني لام الحا واحد اتحادا مع الحادثين، أو إنه إذا كان لام الحا واحد تقاطع الحادثين بيساوي صفر. طب انا عندي هون ما في معطيني ولا اشي بالنسبه للتقاطع، معطيني انا هون بالنسبه للاتحاد. طب قانون الاتحاد ايش بحكي لي؟ اللي هو لام الحاء واحد زائد لام الحادثين. طب بدي اشوفهم هل هم متساويين؟ تعالي اشوف هون، رح يكون في عندي هون طبعا علامات سؤال بالنسبه للقانون، هون رح تكون عندي علامات سؤال. لام الحاء واحد اتحادا مع الحادثين معناته لام الحاء واحد زائد لام إذا لام الحاء واحد كم بده يساوي؟ 62%. لام الحادثين معطيني بالسؤال 75%. تعالي نشوف إذا طلع مجموعهم بعطيني نفس قيمة اللي هو لام الحاء واحد اتحادا مع الحادثين، معناته هذول حادثين منفصلين. أما إذا ما طلعوا نفس القيمة معناته شو مالهم حادثين غير منفصلين. تعالي أشوف هون المنازل متساوية بعد الفاصلة، هون المنازل متساوية بعد الفاصلة، معناته الجمع رح يكون مباشر 2 زائد 5 7، 6 زائد 7 13، 3 باليد 1، 0 زائد 0 0، زائد الواحد باليد 1 صحيح و37%. هل بيساوي عندنا 4% 84%؟ أكيد لا، مش متساويين، معناته عندي حا واحد وحاتنين غير منفصلين. حبيباتي مهم هذا الدرس، مهم جدا جدا جدا. الفرع اللي بعديه حكي لي احسب لام الحا واحد ناقص الحاتنين. أنا بعرف إنه قانون لام الحا واحد ناقص لام الحاتنين بدام تبين معي إنهم حادثين غير منفصلين، معناته أنا ما بقدر أجي أحكي اللي هو بس بيساوي لام الحاتنين، هذا الحكي غلط، لازم أحكي لام الحا واحد مع لام ناقص لام الحاء واحد تقاطع الحادثين. لازم أنا عندي أطبق هذا القانون لأنه تبين معي من الفرع الأول هذا غير حادثين غير منفصلين، معناته لازم أرجع للقوانين اللي أخذناهم من البداية. تعالي أشوف، طب من وين بدي أحصل عليهم؟
في عنا القانون مس حبيباتي اللي أخذناه، اللي هو لام الحاء واحد اتحادا مع الحاتمين بيساوي لام الحاء واحد زائد لام الحاتمين ناقص لام الحاء واحد تقاطع مع الحاتمين. هذا أول قانون أخذناه. طب أنا عندي من هون معطيني قيمة لام الحاء واحد يساوي لام الحاء واحد زائد لام الحاتمين، وبإمكاني إني أجمعهم وأطرحهم من قيمة اللي هو 84، أو إنه فرضا أكتب نفس هذا القانون اللي أعطاني إياه في الكتاب اللي هو لام الحاء واحد تقاطع الحاتمين بيساوي لام الحاء واحد زائد لام الحاتمين ناقص لام الحاء واحد اتحادا مع الحاتمين. حكينا 75% زائد 62% رح يطلع معاي واحد صحيح، و37% ناقص 84% عند الأعداد اللي بعد الفاصل المتساوية معناته الطرح رح يكون مباشر. 7 ناقص 4 بيساوي 3، 3 ناقص 8 لا يجوز رح استلف ويصير عندي هون 13 ناقص 8 رح يساوي عندي هون 5، رح يطلع معي الناتج 53%. هاي بالنسبة لمين؟ للام الحاء واحد تقاطعا مع الحاتينين. إذا لام الحاء واحد ناقص الحاتينين بيساوي، رح أطبق القانون هذا اللي أنا حكيت لك من البداية لأنه لازم أنا أفكر وأشوف إيش القوانين اللي لازم إني أكتبها أو أطبقها. لام الحاء واحد ناقص لام الحاء واحد تقاطع الحاتمين، بطرح القيمتين اللي ظهرت معي اللي هو 75% اللي هي قيمة لام الحاء واحد، أما 53% اللي هي ظهرت معي من العملية هاي اللي طبقتها هون رح يطلع معي 75% ناقص 53% رح يطلع معي 22%. تدريب 7-16 بحكي إذا كان حا واحد وحاتينين حادثان في الفضاء العيني لتجربة عشوائية ما، وكان حا واحد محتوى في حاتينين، يعني بمعنى تاني كل العناصر في حا واحد موجودة وين عنا في حاتينين. بحب أمثل لك إياها بشكل زين عشان توضح معاكي الرؤية، ما بدك أنت تمثليها ما في مشكلة، بس أنا بحب عشان إنه يتوضح معاكي. حكي لك حيث أن لام الحا واحد بيساوي 35% ولام الحاتينين بيساوي عنا 9/10. احسب، حكي لي أول إشي حا واحد ناقص الحاتينين، معناته أنا عندي هون رح أطبق أنو قانون أول قوانين تعرفنا عليها حبيباتي اللي هو لام الحاء واحد ناقص لام الحاء واحد تقاطع مع الحاتينين. طب تحكي لي من الصفر لأنه أنا بعرفكم أي إشي سهل بصيروا أنه على صفر. لا حبيبتي، تعالي شوف عندي هون، لما يكون عندنا حاء واحد موجود في حاتينين معناته في عندنا هون نقاط اشتراك، ونقطة الاشتراك بين حاء واحد وحاتينين كل قيم حاء واحد. فعشان هيك أنا بحكي لام الحاء واحد ناقص لام الحاء واحد تقاطع الحاتمين، معناته من هون حبيباتي إنه لام الحاء واحد تقاطع مع الحاتمين كل لام الحاء واحد. ليش؟ لأنه كل عناصر حاء واحد موجودة في حاتمين. إذا هاي من هون أنا استنتجتها من وين؟ من سؤالي استنتجت انه لام الحاء واحد تقاطع الحاتمين بيساوي لام الحاء واحد. بحكي لام الحاء واحد ناقص لام الحاء واحد تقاطع الحاتمين هاي بتساوي نفس قيمة لام الحاء واحد. طب لام الحاء واحد ناقص لام الحاء واحد بيساوي عندي صفر. هل عند الفرع الثاني بحكي لي لام الحاتمين ناقص الحاء واحد، معناته لام الحاتمين ناقص لام الحاء واحد تقاطعا مع الحاتمين. طب انا لام الحاء واحد تقاطع الحاتمين تبين معي اللي هو نفسه لام الحاء واحد، معناته لام الحاء واحد 2 ناقص لام الحاء واحد رح اخذ قيمه لام الحاء واحد 9/10، لام الحاتمين 9/10، لام الحاء واحد 35% واطرحهم من بعض. هون مش متساويين، معناته انا عندي هون بدي أسويها بحط عندي هون صفر، صفر ناقص 5 لا يجوز، بدي أستلف رح أخذ عندي هون بتصير 10/10 ناقص 5 5، هون رح يصير عندي 8 ناقص 3 5، رح يطلع معي الناتج لإلها 5.